شريكة ما نشوش نسميوها لكن مش نسميو صاحبة صاحبة سي رضا شرف الدين نسميوه على خاطره نائب الشعب كان جاء راجل أعمال فقط راهو تحفظنا على ذكر الاسم عنده مشروع بشاب تدواء يخثر معناه ضد تخثر الدم في الجسم الدواء هذايا يلزم بطبيعة الحال خاطر مش لعب هذايا صحة الناس يلزم تتوفر فيه مجموعة من الشروط شرط من الشروط المهمة أنه يثبت أن الشيء هذايا دواء أنا كي نحط على المرشي حرامش شنو الفرق بين دواء وطابع سكر هو النجاعة متاعه باش يداوي العباد هذا يلزمه بطبيعة الحال تعملوا دي تيست دي تيست هذا ما تعملوش واضح المسألة حتى شلتو سي رضا شرف الدين يدخل في مناقصة عملتها وزارة الصحة يتقبل العرض متاعه رغم انه الملف متاعه ما فيهش التحاليل ولا اللي تسلك ولا نحكي عليها قالوا له اتفضل تنجم المرش على ذمتك اما شنو او كان عندك عام في يدك باش تريق امورك نحن نقعدوا باهتين علاش معناها الزربة هذه وعلاش المحبات خيين درام فما كانوا ويعمل فيها ونقعدوا للتذكير فما توانسة اخرين اللي موجودين وعندهم لفر بتاعهم لو كوة انتفع بشيء اللي غيره ما انتفعش به حتى التوى ما قولش على خاطره هو نايب وفي نداء ما علم نهار 16 جانفي اللي فات توفى السنة اللي اعطتها له وزارة الصحة فات على اكسبيري وما صار حتى شيء لم تسحب منه الصفقة بل أكثر من ذلك في أوائل فيفري تجتمع الإدارة التونسية مصلحة بتاع الصيدلة نهار تسبت نهار تسبت في بالي الإدارة مسكرة لا يجتمعوا خصوصا للملف ذا شريكوا الأمور وبركشوا بطبيعة الحال الاتحاد الشعبي الجمهوري لم يبقى الأيدي مكتوفة كشف ساحة الملف كامل للرأي العام وتقدم تقول بليك الأحزاب ما يعملوا حتى شيء ولا يتكلموا بركة لا تقدمنا بزوز قضايا الأولانية في الاستعجالي لإيقاف تنفيذ الصفقة هذه والثانية بوزارة الصحة فيما يخص بيع المحابات اللي صايرة مع النائب سي رضا شرف الدين قمت بمراسلة وزارة الصحة أو وزير الصحة سي سيد العادي في عديد المرات بالعكس وحتى معناها هو أول ما خرج قال ما فما منا حد شيء وذي أغراض والتشكيك وكل الدبغ جاذيك الكل كي نحن معناها قدمنا بدليل وذكرنا التواريخ وذكرنا حتى معناها الكوميسيون اللي اجتمعت نهار السبت فما السنديكي سمح لي نقابة الصيادلة ما عيطوا ليش بار اكزومبل معناها اختاروا العباد من الكوميسيون اللي باش يحضروا باش تمشي الامور سلسة وين فما حدث اخرى معناها المسألة عاد عامين ولا شنو ولا اكثر شوية فما مديرة في الادارة رفضت معناها انه تعديل الدوسي هذا خاطر ما يستوفيش وقيلت واللي جاء بعدها أول ما عمل صحح على المسألة هذه معناها فهم معناها المؤشرات عديدة وعديدة جدا الأدلة زادة كيف كيف معناها كان نرجع للتصاريح متاع لزاتريبيسون مارشي وثبتوا في الإدارة وغيره معناها أمور واضحة دونك تراجع سيد العايدي وقال سنفتح موضوع معناها لجنة للتقصي في العكاية لجنة ما في تونس ما ولينا نعرفوش معناها لجنة اللي جان في تونس تجعل لدفن الملفات
دونك نحن ما الحق ما عندناش ثقه كبيره برشا في اللجنه هذه ولا الاستنتاجات اللي باش تخرج بها. دونك تقدمنا للقضاء كما ذكرتك وقدمنا زوج قضايا. دونك هذايا بعجاله اللي صار الجديد معناه اللي نحب ناكد عليه خاطر المساله مهمه ياسر ومربوطه باللي كنا نداولناه قبل بما يخص الفساد والمنظومه نتاعو والاليات وكيفاش داخل في المجتمع. لكن فما ظاهره جديده على الاقل ما بعد الثوره التو ولا على الاقل خلينا نشوفوا خلينا نقولوا في الحكومه الحاليه ظاهره جديده هي الوقاحه. وقاحه الفاسدين ورعاة الفساد كما ذكرت لك انا قبليك رجل اعمال انا تشد يهرب في الفوشيك هو معناه موجود في المجلس وكذا وما يصير له حتى شيء. العمليه الاخرين معناها بتاع البلجيكي عادي ياسر يقول لك فرد وبعض الخراطيش ما فما حتى مشكل نسيبوه معناها ولد وقاحه يعني. الوقاحه في الكا هذا شنو معناها بالرغم القضايا والادله والحيثيات سي شرف الدين يزيد يبعث معناها بعض المنفذ للحزب يطالب بأنه نعمل بيان نسحبوا فيه الادعاءات. قلت له أخي الادعاءات تشور احنا ما عندناش مشكلة معك انت اصلا انت اللي دبرت راسك بلغتنا التونسي. نحن على مشكلة مع الوزير ومع الوزارة ومع الادارة اللي تسمح لنفسها ان تعمل المحاباة هذية وتعطيك دوسيات انت ما تستحقهاش. دونك او يسمع فينا توا على المباشر دونك الحزب رافض انه باش يسحب القضايا اللي تمرق اي ما هذه حكايتنا بعث لك عاد المنفذ وكذا ما قديمه عمليات بتاع ضغط قاعد يقيس معناها في مدى انه الحزب هذايا ماشي في القضايا فوا ولا لا. ناكد له نحن معناها من المصدر هذايا انه نحن وراء المساله هذه وحتى لو ما نخصوش هو مباشره نحن اللي يمنا هي وزير الصحة اللي موش قاعد ياخذ مسؤولياته. وللتذكير زاد كيف على أول ما شد سعيد العايد فما صاروا زوز حادثات كبار برشا اللي خصوا زوز طبة. واحد بعد أحداث متاع سوسة قالوا أعطيني لي زومبيلونس نزفها الموت قالوا لا قالوا شد داركم. والجماعه هللت قالوا والله ممتاز هذايا حاسم ومشي نظفها للإدارة. والأخرى في الزيارة لسيدي بوزيد طبيب قال له والله كانت مقصولة من الزيارات وتعملوا حويجات معناها هكا تصلح المشيرة كيف قال له شد داركم. وفي مسائل من نوع هذه اللي تهم صحة التوانسة يقول لك لا ما فما حد شيء ولا أتوا نحطوا لجنة للتحقق. دونك نحبوا معناها باش نعاود الجملة وتكون معناها الاستنتاج بتاعي في المسألة هذه المستمعين قبلك كانوا سهل وقالوا والله الفساد كيفاش نقاوموه فما العديد من المسائل باش تقاوم بها برشا قالوا مع تطبيق صحيح التشريعية تطبيق القانون وغيره لكن عندنا نحن في موروثنا على الأقل الثقافي العربي الإسلامي معروفة والناس كلها تعرفها في تونس راه ما ضاع حق وراءه طالب. إذا كان التوانسة ديميسيونات ويتفرجوا في الفساد ويقولوا راهو عادي وما هو باش يتبدل حتى شيء راهو وقتها ما يتبدل حتى شيء. لكن كل ما نشوفوا التجاوزات نوقفوا عليها وما نرضخوش لك هات الرشوه ولا هات كذا راهو بالطريقه هذيك وهي احسن طريقه لمقاومه الفساد بطبيعه الحال تجي بعدها الاجراءات القانونيه والسياسيه وغيره اللي تكمل مساله العقليه ومساله الوعي بالقضايا الهامه للبلاد.